الرفق بالحيوان من أسمى صور الرحمة والإنسانية. نتعرف اليوم على تجربة سيدة كندية كرست حياتها لمساعدة الحيوانات ولنشر الوعي عن كيفية تقديم الرعاية اللازمة لهم. اسمي ماريان الكوباني وأنا عايش هنا في الأزبة قريب من الهرم أبو سير. الأزبة معمول مخصوص عشان الحيوانات هنا عايش طبيعي، عايزين ناس يجي هنا وشوف زي الحيوانات مبسوطين، لو عندهم أكل عندهم مية عندهم مكان نظيف ومرتاح عشان نشوف إيه الحيوانات طبيعي. بنيت المزرعة لما أولادي سافروا أمريكا يدرسوا في الجامعة وبعد ما جوزي توفى. اتربيت وعشت في الريف وكنت عايزة أرجع تاني لحياة الريف. حبيت المكان هنا جدا وكان مناسب لبناء المزرعة. وده كله بدأ إمتى؟ جيت هنا سنة 2004 لما أخذت جولة في القرية واتكلمت مع الناس، كلهم عبروا عن امتنانهم الكبير ليكي وللمساعدة اللي بتقدمها لهم بدون مقابل. بتشعري بإيه لما تشوفي ردود أفعال الناس؟ ده شيء جميل، لكن ده ما كانش هدفي في الأساس. في البداية عملت كده بشكل جزئي علشان عرفت إن الفلاحين هنا محتاجين مساعدة. قدرت أوصل لطرق غير مكلفة لرعاية الحيوانات والحفاظ على صحتهم، وفكرت إني لو عرفت أوصل للطرق دي هكون ساهمت في مساعدتهم. ومعايا مجموعة من الشباب الذكي جدا كنت محتاجاهم يشاركوني في المهمة دي. ماريان حابة فعلا أنها تساعد الناس، ولأن هي عاشت في وسطهم بقالها فترة طويلة، عرفت المشاكل اللي هم بيواجهوها وعارفة ازاي انها ممكن تساعدهم، فكانت شايفة ان هي ابسط حاجة انها ممكن تعملها انها تحاول انها تخش لهم بيها هو علاج الحيوانات. بالنسبة للفلاحين اللي برا لما بنعارك حد مش معاه وكده بيبقى مبسوط جدا، فمش عارف اشكرنا ازاي. فالفضل الاول والاخير لمدام مريانة، هي من ساعتها شايفة ان الفلاح تعبان فقير مش قادر يعالج الحيوان بتاعه، هي بتقوم بقى بخدمة انها بتجيب دكاترة يعالجوا الحيوان دوت ويجيب له العلاج بالمجان. مريان هي اول ما اكتشفت الموضوع كانت بتطلع بالخيل بره، طبعا لقيت حالات سيئه جدا مع الحمير والحاجات ديت، طبعا عشان العيادات اللي هنا في ناس كتير ما معاش فلوس، ناس حالتها تعبانه، فكرت هي في الموضوع ده حابه تساعد الناس. يعني ايه اللي بيشجعك ان انت تشتغل متطوع؟ يعني في اكيد حافز، في حاجه بتشجعك؟ لا والله هي من حبنا ليها بصراحه، يعني ومن حبنا للحاجه، يعني هي خلاص عودتنا ان احنا نحب الحاجه ونحبها هي، عشان كده احنا بنشتغل من غير يعني عادي شغالين، ما بتفرقش معنا اي حاجه، فاحنا بنحب الحيوانات وبنحب شغلنا، دي اهم حاجه. اعرف عنها ان يعني سمع خير من كل واحد يعني بيجيب، يعني من فلاحين بتوعنا يجيب اي حيوانه هنا بيصحب تمام. اسمع عنها اللي هي دكتوره كويسه وبتعالج الحيوانات وعندها رفق بيه بالحيوان وبتاع، اي حاجه واحد عنده جحش مرض تعبان تعالجه.
مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. شفتوا السيدة الأجنبية اللي بتقوم بالاهتمام بالحيوانات، وحتى ان الفلاحين اللي ما عندهمش اي امكانيات للعناية بحيواناتهم، يعني شوفوا العمل الانساني والعمل الخيري والعمل اللي فيه فعل الخير، يعني يمكن انه يتسع للجميع. يعني زي ما هيبقى فيه اهتمام بالبشر، شوفوا يعني هذه السيدة اللي كرست حياتها للاهتمام بالحيوانات وتجد سعادة كبيرة. يعني لو شفتوا المشهد كده نشوف ازاي الست عايشة في حالة سعادة وهي بتؤدي هذه المهمة، يعني لا تنتظر منها عائدا ولا منفعة ولا مصلحة، لكن بتؤديها وأيضا بتؤديها لخدمة البشر على فكرة، لأنه في فلاحين ما عندهمش الإمكانيات للاعتناء بحيواناتهم وحتى ولا يستطيعون ذلك، لكن هذه السيدة بتعوضهم أولا بالاهتمام وثانيا بالإمكانيات. هي سيدة كندية اسمها ماريان، بتستعين طبعا بأطباء بيطريين وعمال ومزارعين، وبتهتم هي مهمتها سعادتها في أنها تهتم بالحيوانات كل اهتمامها، وده بيقول لكم أنه فعل الخير في حد ذاته أو القيام بأي عمل إنساني وخيري واجتماعي، لأنه كمان في اهتمام بالبشر اللي عندهم الحيوانات اللي بتشكل عائدا بالنسبة إليهم. في مجموعات من الفلاحين والمزارعين والعاملين الحيوانات دي هي رأس مالها، هي بتهتم بيها وبتجيب الأطباء البيطريين وحياتها بهذا الشكل في